سبحان الله العظيم، لأول مرة في حياتي أشاهد هذا المنظر الرائع والجميل. شوفوا على ألوان بديعة وألوان جذابة. كابينة الاتصال، من بيدخل يتصل؟ معنا الأسماك، يجري اتصال هاتفي إلى الأصدقاء والأحبة في البحر الأحمر والبحر العربي. يجري اتصال هاتفي إلى الأصدقاء والأحبة في البحر الأحمر والبحر العربي. يا حياكم الله وارحبوا واهلا وسهلا في هذا المقطع الجديد الذي سنتحدث فيه من افضل مكان في جاكرتا، مناسب للعوائل، مناسب للاطفال، مناسب لجميع الفئات العمريه، سواء الكراسي المتحركه او الانسان العادي او الاشخاص الشباب او العائله. فهذا افضل مكان صراحه للعائلات، افضل واروع مكان، امان للاطفال، كذلك مريح، ما فيش فيه أي خطورة. طبعاً اليوم بنزور مكان واحد فقط الذي هو أنشول سفاري، الذي هو مكان خاص بالأحياء البحرية فقط. فكونوا معنا ولننطلق. من داخل هذا المكان تقدر انك تدفع كاش او انك تدفع عن طريق الكارد. طبعا هنا التذكرة، هذا مكان التذاكر، وهنا مركز الاستعلامات. اذا في حالة اذا كنتوا تستعلموا من حاجة فهذا مركز الاستعلامات. وبسم الله ندخل. انكاسي دير. It's important to do this. It's important. Okay. Okay. Thank you. طبعا الآن دخلنا عالم البحار. هذا هو عالم البحار، عبارة عن أحواض الأسماك، مختلف أنواع الأسماك. مثلا هذه الأسماك الصغيرة كما تشوفونها. ننتقل إلى عند الأسماك هذه الجميلة والرائعة. شوف ما شاء الله سامن الحجم. وهذا النوع الذي يسموه زي الطائر، السمك الطائر. لندخل هذه المغارة ونشوف ايش معانا داخلها. طبعا المكان مظلم، ما راح تشوفوا حاجة. وهذا الجانب الآخر من المغارة. طبعا هنا في اشكال عديده واشكال جميله ورائعه من انواع الاسماك المختلفه. طبعا في اسماك لاول مره اشاهدها. سبحان الله العظيم، لاول مره في حياتي اشاهد هذا المنظر الرائع والجميل. شوفوا على ألوان بديعة وألوان جذابة. سبحان الله العظيم.
طبعا هذا هو المكان المشهور الموجود في هذه المنطقة الجميلة في أنشول. طبعا هذا المكان يسمى بأنشول. الآن بنمر كأننا تحت البحر. السمك من جوانبنا تكون مع هذا المنظر. طبعا هذه الشاشة لمس لعب الأطفال. طبعا هذا المتحف متحف الأحياء البحرية اللي هي جميع أنواع الكائنات البحرية الموجودة هنا. الحاجة اللي لفتت نظري إنه هذه الكابينة. كابينة الاتصال، من بيدخل يتصل مع ان الاسماك يجري اتصال هاتفي الى الاصدقاء والاحباء في البحر الاحمر والبحر العربي. السيارة ايش؟ يعني ليش السيارة هذه موجودة هنا؟ يعني مكان بحري مائي خاص بالحيوانات البحرية. السيارة هذا ايش وجودها هنا؟ لكن السبب بقول لكم ايش، تعالوا. هذه السيارة داخلها احياء بحرية. وكأن السيارة غارقة وسط البحر. يعني بصراحة فكرة روعة جدا. كما سبق وقلنا هذا المجمع أنشول مجمع سياحي مليء بالفعاليات السياحية والمغامرات المائية وكذلك الأماكن الخاصة للعوائل اللي مثل المجمعات السياحية المائية وألعاب الأطفال وكذلك فيها الترفيه مختلف أنواعه، ويوجد فيها كذلك فنادق ويوجد سوبر ماركات ويوجد كافيهات. يعني مجمع سياحي متكامل ومن أفضل المناطق حقيقة الذي زرتها إلى حد الآن في جاكرتا. لكن قبل أن ننهي هذا الفيديو أتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.